ايه ايه يا اختي البجاحه دي؟ بقول لك يا ودي يا كابور، هو يعني ايه كابور؟ كابور؟ كابور هذه كلمه خطيره. طب اسرح. خطير كتير. طب اسرح يا اخي، اقلع البتاع اللي انت لابستها دي. اقلع. بيعملوا ايه؟ ده اللي بيعملوا الناس يا اختي، انت هبله ولا ايه؟ قشطه يا ودي كابور. قشطه. ما عندكوش منها في الهند؟ عندنا منها كتير، توها كتير. ما عندكوش منها خالص خالص. ليه؟ يا مستر. يا لهوي. بس وطي صوتك، اتفرجي بس. يا لهوي. البنت لونة. يا بنت ما تبصيش يا بنت. يا بنت اتفرجي. يا لهوي. يا راجل فيصت بسرعة كده ليه؟ انا تعبان ماما. انا تعبان. انت ان متعب. اني متعب. تعالى هنا، رايح فين؟ ايه ماما ايه؟ انا لازم نام. انا تعبان ماما، تعبان. انت خلص شغل مطبخ وبعدين روح نام. لا انت خش نام، وبعد ما اصحى ابقى خش خلص شغل مطبخ وانا امشي. تمام ماما، اللي تشوفه اللي تشوفه ماما. باي باي ماما. باي باي يا خابور. باي باي يا ماما. رجالة ايه دي يا اختي؟ ها؟ اللون طلعت ايه؟ ايه؟ اهدي. ايه القرف ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم، طلعوا لي منين دول؟ يا بنت انتي هتفوقيني كده على الصبح، انتي ايه حكايتك؟ ما تلمي نفسك يا ولية. ولية؟ حط يا بنت لسانك جوه خشمك. واحط ليه يا اختي؟ هو انا دلوقتي اللي كنت بتدلع في المطبخ؟ يا بنت بقول لك حطي لسانك جوه خشمك بدل وعزه وجلال الله، ما اكون جايباكي من شعرك اللي انت فرحانه بيه ده. خلاص يا وزه يلا والنبي. الله، اسكتي يا بنت انت. ما تتلمي يا وليه، معفنه. ده انت ريحتك فاحت. انا اللي معفنه؟ لمي نفسك يا بنت بدل ما اجيبك من شعرك. بقول لك يا بنت انت وقعت حراميه ولا ايه؟ يلا ويلا يا وزه. حراميه ايه يا اختي؟ ما تشوفي نفسك يا اختي وانت واقفه مع الخرنجه في المطبخ. لا بقى، ده انت زودتيها قوي. ده انا هزودها واعمل لك فضيحه دلوقتي، واللي ما يشتري يتفرج. طب وريني يا اختي اللي ما يشتري يتفرج ده يبقى شكله ايه؟ خلاص يا وزه، مش عايزين فضايح والنبي. لا يا اختي، انا اللي عايزه فضايح، وهعمل لك فضيحه في العماره كلها، وهخلي كل السكان تعرف اصلك وفاصلك. يا اجره يا بنديره. انا اجره يا بنديره؟ اشمال يا غلط. انا هوريك. انا بقى هوريك الغلط وترتشت الزلطه. يا والنبي يا لهوي. ايه ده؟ بس ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ في ايه يا توحه من دول؟ انا عارفه شكلهم اتنين سايعه وحراميه سارحين في العماره. برضه هتقول حراميه؟ يا بنت يا اجره تلمي. لمي نفسك يا بنت. بس 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 يعني ما ردتش عليا يا بنت. انتوا مين وايه اللي موافقوا هنا؟ وانت مين يا اخويا؟ وانت مالك؟ الحارس بتاعها ان شاء الله. حتى الراجل الكبير مش محترماه. اسكت انت بس يا توحه لو سمحتي. الله يسامحك يا بنتي، يعني ما ردتوش عليا. انتوا مين وايه اللي موافقوا هنا؟ ولا حاجه يا اخويا، كنا بنعمل شغل عند الست تغريد في الشقة فوق، واحنا نازلين شفنا اللونة واقفة في المطبخ. لا ما شفناش حاجة، احنا كنا قاعدين فرمت الزبالة علينا فتعاركوا بس. طيب حقكم علي انا، اكيد توحة ما كانتش تقصد، صح يا توحة؟ صح يا راجل يا طيب. يلا بقى. طب صلوا على النبي كده بقى وهدم. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. كمان زيدوا النبي صلاة. عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. الله 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 يا سلطنة، انت عارف كل الزبائن دي بتيجي عشان تسمعك مش عشان البنات بس، ولا ايه يا موز؟ والله شيء رائع يا مدام سرور. بيت يا فانيلا، هاتي الفاكهة. هاي الفاكهة يا أبلة. حطيها. حطي حتة حشيش يا بنت في البخور كده، خلي الأساتذة يتسهللوا كده. حاضر. حطي يا بنت، ما تبقيش بخيلة. أهو يا أبلة، والله دي ريحتها لون. قوم شوف الباب يا عجوة. شوف الباب يا فردة. شفته.
ماله بقى الباب؟ يا عم قوم افتح الباب باقيين على ابو غباء. الله الله، طب بلاش شتيمه بقى قدام الناس قلنا قبل كده. خلاص قوم افتح الباب يا فخده بيه. ايوه كده يا اخي. الله ينور عليك يا سلطانه، عايزين بقى نسمع الحاجات الحلوه بتاعتك دي كلها. ده طلع ابو الكوامل السمسار. ايه ده؟ طب دخله جوه وانا هجيله. حاضر يا ابلة صور. ايه ده؟ ايه يا عجوة ده؟ يلا بقى سهل لنا بقى كده وسمعنا حاجاتك الحلوة. يلا. ايوه هو ده، هو ده جيالك. اهلا اهلا يا ابو الكوام. اهلا بيك يا ست الكل. أنا مؤاخذة يعني بلغوني إن حضرتك عايزة تقابليني. وأنا أستغنى عنك يا أبو الكوابل. بقول لك إيه؟ عايزك تشوف لي شقة كده حلوة هنا جنبنا في المهندسين و... وتبقى ليها مدخل خاص. آه فهمت، يبقى سعادتك عايزة تعمليها شركة أو مدرسة خاصة. يكتك إيه؟ بس بقول لك إيه؟ ما تبقاش في الأدوار العالية. ها؟ خليها لي أرضي. عشان الضيوف بتوعي ما يحبوش يطلعوا في الادوار العاليه، بيتعبوا يا حرام. وبعدين ايه، تبقى هاديه قوي عشان ما يحبوش حد يشوفهم لو هم داخلين ولو هم خارجين. صح والله، هم الضيوف بيتعبوا. عينيا يا ست الكل، اشوف لك الشقه عينيا الاثنين. شاكره قوي يا ابو الكوام. لا لا، شكر على واجب اكل عيش. وانت بقى يا بنتي قلت لي اسمك ايه؟ وزه. الله، وزة وزة، عشت الأسامي. الله يخليك ويكرمك. وانت يا بنتي اسمك ايه؟ خوخة. الله، وزة وخوخة، ايه الأسماء الجميلة دي؟ قولي لي بقى، انتوا شغالين في الهدوم الرجالي ولا الحريمي بس؟ انا هقول لك، اصل خد بالك البيت الخوخة لسه نازلة معايا جديد. انا يا اخويا شغالة في الحريمي بس. انما قولي لي بقى، ما عندكش يعني قمصان نوم كده تكون شفتشي؟ لا يا اختي، ما بشتغلش في المحزق والملزق بتاع. امال بتشتغلي في ايه بدل الراس؟ احنا اتصالحنا خلاص ليه كده؟ ما انت شايفه بتلقح كلام ازاي. بقولك ايه يا عم عظيمه، انا من عينيا الجوز يا اخويا، لو عايز اجيب لك حاجات رجاله اجيبها لك لحد البيت واوصلها لك بنفسي كمان. الله يكرم اصلك يا بنتي، انا بس بستفهم عشان ممكن ابقى اجيب لكم زباين. الله يخليك، شوف الناس الكمل. لا وايه، ممكن بقى ابقى اخد لبناتي، بس اول الشهر اكون قبضت. ربنا يخلي لك بناتك، بس يا اخويا اول شهر ايه واخر شهر ايه؟ ما تشيلش هم، انا اجيب لك الحاجه لغايه عندك واعتبر الحساب كمان واصل. وصل ايه بس يا بنتي، كلنا بنجري على اكل عيشنا ورزقنا يوم بيوم. المفروض بقى نقف كتفنا في كتف بعض